اعجبه له الحق في ان يرد عليه. هم خلينا ناخذها من جانب اخر. طيب باخذها من جانب اخر. خذ طالع. شوف انا مو دفاعا على الاهلي، انا بقدم نفسي اني ناقد يعني في الاخير. شوف احنا كل الاراء صبت ليه الاهلي ما يستفيد وليه الاهلي غاب عنه 10 لعيبه. ليه ما ناخذ راي الطرف الاخر الفيصلي؟ من حق فريق الفيصلي انه يستفيد من وقت حدده النادي الاهلي. صح. يعني انا لما ارضي النادي الاهلي اكون اغضبت طرف اخر اللي هو الفيصلي، والفيصلي من حقه انه يبحث عن فرصه تاريخيه انه يصل الى نهائي كاس الملك ويستغل هذه الظروف التي وافق يعني عليها الاهلي في البدايه. الاراء كلها ذهبت في اتجاه النادي الاهلي انه متضرر ومستفيد. طب حتى الان لو اصدر الاتحاد السعودي قرار بتقديم المباراه او تاجيلها يوم، طب مضر الفيصلي، ايش ذنب الفيصلي يتضرر؟ في الاخير هو فريق عنده رغبه وعنده طموح انه يمثل منطقته انه يصل الى نهائي كاس الملك. اذا انا اعتقد انه قرار الاتحاد السعودي بتثبيت موعد المباراه في موعدها اعتقد انه قرار مناسب. اعتقد فهد مدلج كان معنا هنا اذا تكون الشباب تثبيت المباراه قال انه لا على الرغم يعني. على الرغم انه تثبيت المباراه في موعدها قرار مناسب، وانا اعتقد انه مو ظالم للاهلي بشكل كامل. الاهلي لعيبه محترفين يقدرون انه يلموا نفسه في خلال هذا اليوم. الامر الاخر انه يعني بس للتوضيح، يعني رغم ان الاهلي اليوم اول تدريب له بعد العوده بتسعه لاعبين فقط، تسعه لاعبين، لكن هذا لا يشفع ما دام انه في نظام لازم يحدث على الجميع. نثقف الناس، نجي نحن نثقف الناس اللي شاهدنا انه ترى احترام النظام امر مطلوب. ما دام انه وافقت على مباراه في موعدها اذا انت توائم ظروفك حسب زي ما هم غيروا الرزنامه. طيب توقيتها وفق معطيات ابو محمد. لا ابو محمد الموضوع ترى القضيه مش اهل